اهلا بكم معايا من تاني في فيديو جديد. يا رب تكونوا كلكم بألف خير, واهلا بكل اللي بيتابعوني لاول مره على القناه. معاكم غاده النهارده ان شاء الله استكمالا لافكار العيد. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود علينا الايام جميعا يا رب بألف خير. النهارده ان شاء الله معاكم فكره زينه حلوه جدا بورق الفوم. كل اللي هنحتاجها فيها, هنحتاج 3 الوان من ورق الفوم بالحجم اللي هو الصغير اللي هو الفرخ بتاع ورق الفوم اللي هو الاي 4. هتلاقوه بيتباع في المكتبات. ورق الفوم لو انتم خارج مصر هتلاقوا اسمه ايفا او ايبرو, اسالوا عليه بالاسماء دي ان شاء الله هتلاقوه موجود في المكتبات. البدايه هرسم باترون بالونه. هجيب ورقه نفس المقاس بتاعه الورقه اللي هي بتاعه الفوم, هتلاقوها نفس المقاس, مقاسها 20 في 30 سنتي. هنتني الورقه دي نصين. ممكن تستخدموا اي ورق كراسات عندكم بس يكون حجمه طبعا كبير اللي هو مقاس 20 في 30. هنرسم شكل البالونه, هترسموها كده بطول الورقه. هنقصها بالمقص. ده شكل البالونة. هنفرغها على 3 ورقات من الفوم. اختاروا اي 3 الوان انتوا حابينها. الفوم اخترت الالوان دي. 3 شرايط من الستان. وهثبتها كده على كل بالونة. اختاروا طبعا برضو اللون اللي انتوا حابينه. هثبت البالونات كده على بعض, هحاول طبعا اضبط شكلهم وهحط لزق شمع. هثبت البالونة الفضي الاول, هثبت البالونة اللي هي باللون البينك. تطلع بالشكل ده. حطيت ورقه باللون الفوم البامبي مقاس 13 في 4 سنتي, ورقه تاني بالفوم الابيض مقاس 15 في 7 سنتي. وزي ما قلت لكم الالوان على حسب ما انتوا حابين. هقص كده طرف الورقه. هخلي طرف الورقه كده شكل مدور كده. الورقة دي برضه هقصها بنفس الطريقة. هحط لزق شمع على أطراف الورقة دي وهثبتها في نص الورقة البيضاء. هحط لزق شمع كده في النص وهتني الورقة. هستناها لحد ما تنشف. بعد كده هاتني الورقة تانية كمان. يعني هتحاولوا تعملوا كده كشكشة في نص الورقة. وهجيب خيط وهلف كده في النص. في النص هنا هثبت اي خرز او اي اكسسوار. يطلع معايا شكل فيونكة علشان اثبتها على الشرايط بتاعة الستان دي من تحت. هفرد كده الشرايط. وهحط لزق شمع كده على كل شريطة. وهثبت عليها الفيونكة. ورقة بيضة رسمت بطرون كلمة عيد سعيد. بعد كده هترسموها على ورق الفوم علشان تطلع معاكم مظبوطة. لو انتوا تعرفوا تكتبوها على طول على ورق الفوم اكتبوها على ورق الفوم وقصوها, لكن لو حابين تطلع الكلمة معاكم مظبوطة اكتر اكتبوها على ورقة بيضة بعد كده فرغوها على ورق الفوم. علشان تفرغوا الكلمة على ورق الفوم الجليتر هتقلبوا الورقة وهتجيبوا الكلمة, وبدل ما هتحطوها بالشكل ده هنحطها كده بالعكس, وهتبدأوا تحددوها وتقصوها. لما تيجوا تقلبوها تطلع معاكم مظبوطة كده بالشكل ده.
زي ما انا عملت كده في الكلمه دي هنا حددتها على ورق الفوم الجليتر عشان لما اجي اثبتها على الزينه تطلع معايا مظبوطه. لكن لو ورق فوم ساده اكتبوا الكلمه عادي جدا زي ما هي كده على ورق الفوم. تكون الخطوه دي واضحه معاكم علشان دي مهمه جدا لما تيجوا تكتبوا كلام على ورق الفوم الجليتر بالذات. قصيت على ورق الفوم بنفس الالوان اللي هي البالونتين دول اللي هما اللي على الطرف كلمه عيد سعيد وهثبتهم. البالونه الثالثه اللي في النص دي اختياريه طبعا، ممكن تحطوا فيها اللي انتوا حابينه. لو انتوا مثلا في عيد الفطر ممكن تكتبوا اسم السنه على ورق الفوم وتحطوها، ممكن تحطوا اسمكم، ممكن لو انتوا في عيد الاضحى ترسموا خروف. كنت رسمت معاكم اشكال لخمس خرفان قبل كده، لو انتوا مش هتعرفوا ترسموها ابعتوا لي على صفحه الفيسبوك وانا هبعت لكم اي بطرون انتوا حابين ترسموه من الخروف، وهتختاروا الرسمه اللي انتوا حابينها وتحددوها على ورق الفوم وتبداوا تثبتوها هنا كده في النص. انا اخترت الشكل ده وهحدده على ورق الفوم وهبدا اثبته على البالونه الثالثه دي، وهثبت الاجزاء مع بعض. اي رسمه خروف عندكم وممكن تفرغوها على اي لون، ممكن تعملوا الوش باللون البني او الاسود، وهحدد كده هثبت الرجول بتاعه الخروف. اي قلم الوان هحدد كده ملامح بتاعه الخروف. كده حددت ملامح الخروف وهثبته على ورقة الفوم دي. حاجة هنعملها من ورا، هنبدأ نعمل التعليقة اللي هنعلق بيها الزينة. طبعا الزينة دي برضو تنفع لمناسبات كتير، يعني ممكن تنفع كمان كزينة لعيد ميلاد وتكتبوا هابي بيرث داي بدل مثلا عيد سعيد وكده. وهنثبت كده التعليقة اللي هنعلق بيها الزينة من ورا، هوريكم شكلها بعد ما علقتها. ده شكل الزينة بعد ما علقتها، شكلها جميل جدا وبسيط، تقدروا تعملوها بكل سهوله. يا رب تكون فكرتي عجبتكم النهارده وتكون جديده ومختلفه بالنسبه لكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، بفرح بتعليقاتكم جدا. واشوفكم الفيديو الجاي بفكره جديده للعيد ان شاء الله.